بزغ نور عام 1827 بلهيب معركة نفرين، معركة بحرية دامية بين البحرية العثمانية والبحرية المصرية ضد قوى التحالف البريطاني الفرنسي الروسي، لتنتهي بانتصار قوى التحالف ويجد الجيش العثماني نفسه في أمواج الموت. تكبدت الدولة العثمانية في هذه المعركة خسارة كبيرة تمثلت في دمار الأسطول الجزائري بالكامل. الأسطول الذي يمثل قلب البحرية العثمانية ابتلعته أمواج البحر الطامي لتبقى الجزائر بدون قوى كافية تحرسها. ولأن القطيع السائب لابد أن تفترسه الذئاب، انطلقت فرنسا لغزو الجزائر مستغلة فرصة دمار الأسطول الجزائري الحامي الأول والأكبر لسواحل الجزائر. وصلت القوات الفرنسية إلى ميناء سيدي فرج لتقوم بعملية الإنزال هناك، ولتواجهها قوات الداي حسين الحاكم العثماني للجزائر في معركة عرفت بمعركة سطوالي، ليخسر فيها الجيش الجزائري ولتسيطر فرنسا على السواحل الجزائرية ولتؤسس استعمارا سيدوم 132 سنة. ربما يتساءل البعض لماذا فرنسا بالذات؟ لأن فرنسا دائما رأت نفسها على أنها الحامي الأول للكاثوليك، ويكفي أن تعرف أن الحملات الصليبية تم إعلانها من فرنسا لا من روما، والجزائر في ذلك الوقت كانت تعرف بأرض الإسلام والجهاد، لأنها كما أسلفنا كانت القاعدة البحرية الأولى للأسطول العثماني الذي حكم البحار لقرون. لذلك يمكن أن نقول أن هذه الحملة كانت حملة صليبية بالدرجة الأولى، وهذا رأي مضفر بتأييد العديد من المؤرخين. من المستشرقين من يقول أن فرنسا دخلت الجزائر لنشر الحضارة. هذا القول لا يخرج إلا من جاهل بالتاريخ أو متجاهل للتاريخ. إن فرنسا كانت متأثرة بآثار الجاهلية، جاهلية العصور الوسطى وما قبلها، كانت عاجزة عن بناء دولتها وعاجزة عن تكوين اقتصادها، لهذا كانت تستدين الطعام والحبوب كالقمح من الجزائر. وحادثة المروحة والتي تعتبر أحد أسباب الحملة الفرنسية كان سببها رفض القنصل الفرنسي إعطاء إجابات مقنعة للداي حسين عن سبب تأخر فرنسا عن دفع ديونها، فصفعه الداي بمروحته على وجهه لتعتبرها فرنسا إهانة للدولة وتتخذها أحد أسباب الغزو. الفرد الجزائري في ذلك العصر كان مثقفا جدا، ويكفي ما قاله الرحالة الألماني ويليام شيمبرا الذي زار الجزائر بين عامي 1831 و 1832، حيث قال: بحثت عمدا عن عربي واحد في الجزائر لا يعرف القراءة والكتابة ولكني لم أجد، في حين أني وجدت أشخاصا في جنوب أوروبا لا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة، فيصعب هناك أن تجد شخصا متعلما. خلع الحضارة الإسلامية وهدم القيم والأخلاق الإسلامية كان من أهداف فرنسا الكبرى في الجزائر. من بين 112 مسجدا في الجزائر العاصمة لم يبقى إلا 5 مساجد، والباقي حول إلى مستودعات وإسطبلات. أوامر صارمة أعطيت للجنود الفرنسيين من طرف الجنرال توماس روبرت تأمر بأخذ كل الكتب من المساجد وإرسالها إلى فرنسا لترجمة المحتوى ليستفيد منه الفرنسي. بعد معركة سطوالي انتشر الجنود الفرنسيون في المدن واقتحموا المنازل للنهب والسرقة، فكانوا يأتون بأقراط النساء بآذانهن بعد أن يقطعوها بالسكين. استوشام النساء الجزائريات صار شرا لا بد منه، لأن نصارى ذلك الزمان كانوا يتقززون من الوشم
وبالتالي أصبح الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحمي نساء الجزائر. فالجنود الفرنسيون لا يقتربون من المستوشمات. ومن رحم هذه الفضائع خرج بطل اسمه عبد القادر الجزائري، يعرف فيما بعد بالأمير، ويعرف بالقديس بين الأمراء والأمير بين القديسين. ولد في 6 ديسمبر من عام 1808 قرب مدينة معسكر. تربى في كنف عائلة متدينة تخشى الله، فقد كان والده محي الدين مقدما في معهد ديني. ليقضي عبد القادر الغلام سنوات طفولته يتعلم في زاوية أبيه، فيقال أنه تعلم القراءة والكتابة وهو لم يتجاوز 5. حفظ القرآن وهو في 14، ويتوجه لقضاء مناسك الحج وهو في 17، ويعود إلى بلده الجزائر قبل الغزو الفرنسي بأشهر قليلة. أتى الغزاة وعبد القادر بمعرفته بالكتاب والحكمة التي أوتيها في زاوية أبيه، علم فورا أن وقت الجهاد قد حان، وهو لم يتجاوز 22 من عمره. انطلق لتوحيد القبائل ونجح في ذلك، أسس دولة إسلامية وبيع أميرا لها، فأنشأ الجيش وأعلن الحرب على فرنسا. مرت 5 سنوات منذ إعلان الدولة والحرب، تكبدت فيها فرنسا خسائر هائلة، وذاقت فيها الويلات من هذا الأمير الشاب. فعلم القادات الفرنسيون أنه حان وقت إنهاء كابوس الأمير، فاتفقوا على الدخول معه في معركة يجب أن تكون الأخيرة. التقى الجيشان في وادي المقطع في الغرب الجزائري يوم 28 يناير 1835. الجيش الفرنسي مدججا بالعتاد الثقيل بقيادة الجنرال ألفونسو تيريزيل وجيش المقاومة الجزائرية، بأسلحته البدائية يقوده الأمير عبد القادر. تبدأ المعركة وتنتهي بفوز جيش الأمير، وتترك خسائر فرنسية في الجيش مهينة، جنود جرحى وجنود قتلى. انتصاره في معركة المقطع أكسبه هيبة ومكانة لدى القبائل، واستطاع بعد ذلك تأسيس عاصمة لدولته. عاصمته متنقلة سماها الزمالة، عاصمة تحوي 30,000 ساكن، وتحوي مكتبته ذات 30,000 كتاب. بقيت الأمور تسير كما يشتهي الأمير إلى أن جاء عام 1843 بمعركة الزمالة، والتي هجم فيها الجيش الفرنسي بقيادة هنري دورليان على عاصمة الأمير الذي كان في المغرب، ليستغل الجيش الفرنسي ويشن حملة قوية انتهت بتدمير العاصمة كليا، وأسر العديد من الجنود والرعايا. عاد الأمير من المغرب، وبدا أن فقدانه لعاصمته لم يوقفه من ضرب فرنسا، فواصل شن هجوماته على الجيش الفرنسي حتى اضطرت فرنسا أن تعقد معه معاهدة سلام. فقبل الأمير المعاهدة واستمر حاكما لدولته بالقسط حتى نقضت فرنسا المعاهدة. نقضتها لأنها لم تكن تنوي إطلاقا إبقاء الأمير حيا أو حرا. لذلك اتبع الجنرال توماس روبرت سياسة الأرض المحروقة ليرغم الأمير عبد القادر على الاستسلام، وأعلن للجزائريين أنه سيقتحم الجبال ويصل إلى منازلهم ويحرق قراهم ويقطع أشجارهم. وبالفعل استمرت فرنسا بالقمع وارتكاب المجازر في حق الشعب الجزائري حتى اضطر الأمير للاستسلام، فتم اعتقاله ونقله إلى فرنسا ليطلبه الحاكم الفرنسي نابليون الثالث ويكرم نزله ويقيم له الولائم، ويطلب منه أن يتخذ من فرنسا موطنا ثانيا له. فيرفض الأمير، ويقرر نابليون أن يطلق سراحه شريطة ألا يعود إلى الجزائر، ليختار الذهاب إلى عاصمة الخلافة العثمانية اسطنبول، فيستقبله الخليفة العثماني ويكرم نزله
ليطلب منه الأمير أن يأذن له بالذهاب إلى دمشق، يأذن له الخليفة ويسافر الأمير ليجد نفسه دائع الصيت في دمشق، فيتخذه شعبها وجيها ويصبح هناك القائد الديني والسياسي والكاتب والشاعر. أثناء تواجده في دمشق اندلعت فتنة بين المسلمين والنصارى، يتدخل الأمير لفضها ليتبين له أن الحق في جانب النصارى، فيختار الوقوف معهم فيدافع عنهم ويخبئهم عن المسلمين الذين ارتكبوا مجازرا شنيعة ومهولة في حق النصارى. خبأهم في قصره، وعندما زاد عددهم وصل 15,000 أرسلهم إلى قلعة المدينة، وبهذا كتب الأمير تاريخا مجيدا لنفسه بأفعاله المجيدة التي وفقه الله لفعلها ليصبح بطلا إنسانيا وبطلا إسلامي. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. إذا كنتم من عشاق التاريخ أدعوكم بالاشتراك في القناة دعما لنا من أجل